انتهت جولتنا الحوارية الجزء الأول من حلقتنا اليوم. بعد الفاصل هنتوقف مع موضوعنا الرئيسي في هذه الحلقة المتعلق بالزيارة الهامة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة والتي بدأت منذ ما يقرب من الساعة. هذه الزيارة التي تطرح زخما كبيرا ليس فقط للعلاقات الثنائية ولكن أيضا للتحركات العربية التي تمتلئ بحالة من الزخم ونشاط هذه الأيام للتعامل مع تداعيات التغيرات العالمية بعد بدء العملية العسكرية في أوكرانيا. بالأمس أيضا كان هناك قمة ثلاثية جمعت الرئيس السيسي مع أمير البحرين والعاهل الأردني. نحلل كل هذه اللقاءات العربية والتي يأتي في القلب منها مصر بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. نفتح الآن بالتحليل والنقاش ملف التحركات العربية آخرها زيارة محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى القاهرة مع ضيفتنا الكريمة دكتورة غادة عبد العزيز الباحثة في العلاقات الدولية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك ومشاهدينك الكرام. أهلا بيكي. دايما هناك خصوصية في العلاقة بين مصر والسعودية تتجدد مع كل زيارة، خاصة أنه زيارات مكثفة. محطات العلاقات المصرية السعودية فيها حالة من الزخم أيضا هذه الأيام. ماذا يمكن أن نقول عن خصوصية هذه العلاقة وأهمية الالتقاء في توقيتات مهمة مثل الآن؟ في البداية طبعا بنرحب سمو ولي العهد في بلده الثاني مصر. العلاقات المصرية السعودية هي علاقات أخوة وعلاقات استراتيجية ممتدة على مدار التاريخ، تمتد في جميع الملفات سواء الاقتصادية أو السياسية أو الملفات الإقليمية والدولية. كلا البلدين سواء المملكة العربية السعودية أو مصر هما قوتان إقليميتان مؤثرتان سواء في العالم العربي أو الإسلامي أو في السياسات العالمية، ولهم مواقف متقاربة جدا في العديد من الملفات. من هنا يأتي التقارب. زيارة سمو ولي العهد دي تعد تقريبا الزيارة الرابعة لمصر منذ تولي فخامته ولاية عهد المملكة العربية السعودية، وبتحل في نفس الشهر زيارة هذا العام مرور 5 أعوام على تولي سمو منصب ولي عهد المملكة العربية السعودية.
توجد العديد من الزيارات على مستوى القيادة العليا في البلدين، تقريبا هناك 10 زيارات من الجانب المصري على مستوى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية، فيما يعادل تقريبا 3 زيارات للملك سلمان لمصر. وكل هذه الزيارات بتعكس مدى العلاقات والترابط ما بين البلدين في العديد من الملفات والتوجهات في القضايا الإقليمية وغيرها. الزيارة في التوقيت الحالي لها أهمية أيضا، بجانب أنها بتعكس العلاقات الثنائية ما بين البلدين، نحن نتحدث أيضا عن توقيت يعني توجد به العديد من الملفات الإقليمية الشائكة، سواء فيما يتعلق بانعكاسات كورونا التي لم ينتهي منها العالم، وفوجئنا بعد ذلك بالحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على دول المنطقة والعالم أجمع، وكذلك قرب زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة في الشهر القادم بإذن الله في المملكة العربية السعودية، وحضور قمة خليجية بحضور مصري أردني عراقي الشهر القادم. طيب، احنا بينضم الينا ليشاركنا في نقاشنا حول هذا الموضوع دكتور مختار غباشي الامين العام لمركز الفارابي للدراسات. دكتور مختار، كيف يمكن ان تعلق على زياره ولي العهد السعودي الى القاهره في توقيت الكل يجمع على انه طبعا توقيت حساس ومهم للغايه بالنسبه للعالم بشكل عام وبالنسبه ايضا للعالم العربي؟ يعني خلينا اقول لك تحياتي ليك ابتداء ولمشاهديكي، وخلينا اقول لك ما تقدريش تفصلي زياره ولي عهد المملكه العربيه السعوديه لمصر عن القمه الثلاثيه التي عقدت بين سياده الرئيس وبين يعني العاهل الاردني وملك البحرين، وما تقدريش تفصليها عن القمه المفترض ومزمع عقدها خلال منتصف الشهر القادم مع الرئيس الامريكي بايدن ودول مجلس التعاون الخليجي، بالاضافه الى العراق والاردن. المنطقه من وجهه نظر كثير جدا من المراقبين والمحللين مستنفره بدرجه كبيره جدا. هناك يعني حديث وحوارات متعدده، خصوصا الصراع المحتكم ما بين الشرق والغرب، والساحه الاوكرانيه هي مهبطه، والى حد كبير جدا ينظر الى العالم العربي باعتباره ان من الممكن ان يعوض الولايات المتحده الامريكيه والعالم الغربي عن المفقود بالنسبه للغاز والنفط الروسي. ايضا الروس مش ساكتين على فكره، الروس برضو بيحاولوا ان يقوموا بعمليه هذه الاتصالات. شفنا زياره لافاروف للجزائر، ومتصور ان هناك اتصالات بين القياده الروسيه وبعض القيادات العربيه، لانه مش مقبول من الطرف الروسي ان يكون العالم العربي هو الذي يعوض العالم الغربي والولايات المتحده الامريكيه من النفط والغاز. عشان كده شفنا هذه الزيارات وهذه الاتصالات على اعلى مستوى، لانه مطلوب من العالم العربي موقف، وبدرجه او باخرى مطلوب في العالم العربي ان يكون هناك شكل من اشكال التوافق او الاتفاق في اليات التعامل سياسيا مع هذا الواقع اللي موجود. هنتعامل ازاي في هذه القضيه؟ رؤيتنا ايه في التعامل مع الولايات المتحده الامريكيه؟ الرئيس الامريكي بايدن اتى الى منطقه الشرق الاوسط وفي ذهنه اشياء تختلف عما يريده العالم العربي. عايز شكل من اشكال القوه العربيه اللي في مواجهه ايران، يعني يعملوا التحالف ده او يكونوا التحالف ده. عايز يعزز اتفاقات الابراهام، عمليات التطبيع مع اسرائيل. عايز يضمن المال العربي والغاز العربي والنفط العربي للغرب والولايات المتحده الامريكيه. امور كثيره جدا مرتبطه بهذا السياق. وانا متصور ان كلمه السر في هذه الاتصالات وهذه الزياره هو بايدن في المقام الاول. طيب، ابقى معنا دكتور مختار لتشاركنا يعني هذا النقاش. اعود الى دكتوره غاده. اذا كما قال دكتور مختار، مطلوب من العالم العربي رؤية موحدة، تحرك موحد، لأن هناك حالة من الاستقطاب ما بين المعسكرين الشرقي والغربي. في الفترة الماضية لم تكن الدول العربية يعني تتخذ قرارات إلا بناء على مصالحها، سواء يعني القومية أو حتى العربية، لكن في ظل هذه الحالة من الاستقطاب، كيف يمكن أن يتعامل العرب مع هذا المأزق الدولي ولا يكونوا محسوبين في نفس الوقت على أي من التيارين؟
في الواقع ان التغير في طبيعه النظام الدولي او بدايه التغيرات هو لم يتغير بعد النظام الدولي، ما زالت الولايات المتحده الامريكيه على قمه النظام الدولي، حتى لو كانت هناك بعض القوى التعديليه التي تحاول ان تصعد على قمه النظام الدولي زي روسيا او الصين، وطبعا الصين هي المنافس الاساسي للولايات المتحده الامريكيه، لكن ما زالت الولايات المتحده الامريكيه تطبع على قمه النظام الدولي حتى بعد التصريحات اللي خرجت من الرئيس الروسي بوتين بان نظام الاحاديه القطبيه انتهى او غيره، فما زالت الولايات المتحده هي قوى عظمى في النظام الدولي. نحن نتحدث الان عن صراع ما بين القوى العظمى واستقطاب ما بين الطرفين، فالافضل للدول الاصغر من الدول العظمى في هذا الشكل الهرمي للنظام الدولي ان تتمتع بسياسه متوازنه تعتمد على تنويع حقيبه التحالف الخاصه بها وتسير بتوازن في علاقتها مع القوى وتبتعد عن صراع هذه القوى العظمى حتى لا تتاثر به، لاننا ما زلنا في نظام ليس هو نظام ثنائي القطبيه او متعدد الاقطاب تستطيع خلاله الدول ان تحدد اي قطب سوف تتوازن معه. ودي من القضايا الهامه اللي يجب على الدول العربيه الحديث فيها مع الرئيس الامريكي، ان علاقاتهم مع روسيا او الصين ليس معناها ان هو تخلي عن العلاقات مع الولايات المتحده الامريكيه او العكس. طيب دي مهمه صعبه، ساذهب الى دكتور مختار غباشي مره اخرى. حضرتك ختمت اجابتك الاخيره بانه كلمه السر هي بايدن. الولايات المتحده تريد من المنطقه العربيه طبعا ذات الاهميه الاستراتيجيه، ذات العلاقات الجيده مع روسيا وايضا ذات مصادر الطاقه الغنيه والمهمه، تريد منها موقف الى حد كبير يعني متعاون مع موقف الولايات المتحده. كيف ستتعامل الدول العربية مع هذه المطالب الغربية؟ طيب خلينا أقول لك نقطة مهمة جدا بس عشان نحط مفصل بهذه النقطة. الولايات المتحدة الأمريكية الآن ليست الولايات المتحدة الأمريكية قبل الصراع داخل الساحة الأوكرانية. يعني بس دي نقطة كده وتحتها 100 خط. بمعنى أن دراسات خرجت من داخل مراكز أبحاث أمريكية ومن معهد الدولي في لندن تتحدث ان الولايات المتحده الامريكيه في اخطر مراحلها، هي مرحله الترهل الامبراطوري، مرحله الانحناء الى الاسفل، خلاص هي سنه الحياه. الجزئيه الثانيه ودي جزئيه مهمه جدا، ان الولايات المتحده الامريكيه لها طلبات، هذه الطلبات نقل الصراع بين الولايات المتحده الامريكيه وايران او ما بين اسرائيل وايران الى شكل من اشكال التكتل العربي، تنضم اليه اسرائيل في مواجهه ايران. العالم العربي عايز اجابه على هذا السؤال. الجزئيه الثانيه ودي جزئيه مهمه جدا، انه بجانب ده عايزين عمليه تهدئه او تعزيز لاتفاقيات ابراهام، ضم دول اخرى، وهناك عمليه ضغوط او اغراءات للمملكه العربيه السعوديه ان تكون ضمن هذه الدول اللي في حاله تطبيع مع اسرائيل، برضو دي محتاجه اجابه. الجزئية الثالثة ودي جزئية مهمة جدا، أن هناك ضغوط أمريكية غربية على العالم العربي في مسألة النفط والغاز، في وفرة من الغاز في العالم العربي، في الجزائر على سبيل المثال، في قطر، في بعض الدول العربية، مصر موطن ومقر منتدى حقول شرق المتوسط ولها كلمة مسموعة في هذا السياق، والروس ضاغطين في ثلاث مسائل، ضاغطين في الطاقة وضاغطين في الغاز وضاغطين في الغذاء، سداد بالروبل، وهناك ضغوط أخرى. من هنا يأتي الرئيس الأمريكي وفي ذهنه هذه الأمور. العالم العربي متصور أنه في ذهنه أمور أخرى، في ذهنه قضاياه العصية على الحل بالطرق السياسية والدبلوماسية على حتى هذا التاريخ، والوعود الأمريكية أو الغربية وعود جوفاء لحلة القضية الفلسطينية، ولا هناك أمل في حلها، والوضع داخل الساحة السورية مجمد، والوضع بالنسبة للساحة الليبية نراه، والوضع بالنسبة للساحة اليمنية. من هنا مطلوب إجابات صريحة للجانب الأمريكي وأسئلة مشروعة للجانب الأمريكي، ليس بصفته القطب الأوحد ولكن بصفته ما زال متحكما في جزء كبير جدا من هذه القضايا. وهناك قوة أخرى صعدت على السطح وتنافسه بشدة. شكرا جزيلا دكتور مختار غباشي الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات. دكتورة غادة أعود إليك من جديد، بحالة كبيرة من النضج تتعامل الدول العربية في ظل الأزمة الأوكرانية، تتخذ الحياد المتوازن
وتتبع القواعد والأصول الدولية. كيف يمكن الحديث عن الدور العربي وردود الأفعال العربية التي شهدناها متقاربة إلى حد كبير في الفترة الأخيرة؟ الحديث عن التعاون العربي فيما يتعلق بالقضايا العربية حضرتك بتسألي ولا عن العلاقات مع روسيا وأوكرانيا؟ لا، أتحدث عن فيما يتعلق بالأزمة بين روسيا وأوكرانيا. الحقيقة الدول العربية وقفت على فعلا الحياد المتوازن من هذه القضية، وأشارت أن يجب الالتزام بقواعد القانون الدولي وقرارات الأممية في هذا الشأن. كان لها موقف محايد فيما يتعلق ب التدخل لحل الأزمة دبلوماسيا ورفض أي شكل من أشكال التدخل في الدول، ودي هي سياسة العديد من الدول العربية الخارجية، بترفض التدخل في الدول وأيضا بتهتم بالحفاظ على الأمن القومي للدول الأخرى، فكان موقفها محايد حتى الآن. حتى في المواقف العربية اللي كانت مختلفة ما بين رفض التصويت في الأمم المتحدة أو تجريم التدخل الروسي في أوكرانيا، الموقف الأمريكي كان يعني مهتم بأن المواقف العربية تكون أكثر وضوحا وتكون أكثر تقاربا مع الغرب، ولكن سياسة الإدارة الأمريكية منذ تولي بايدن للحكم كان بتراجع للأولوية الشرق الأوسط والتخلي عن العديد من الحلفاء. إذا كان هناك بعض الأخطاء للإدارة السابقة الأمريكية ترامب فيما يتعلق بإهمال بعض الحلفاء في أوروبا أو غيره فاعتراقهم بالتقارب مثلا مع الصين، فكان الخطأ الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية باهتمامها وتركيزها على محور آسيا وترك منطقة الشرق الأوسط، لأن منطقة الشرق الأوسط حتى لو الولايات المتحدة الأمريكية يعني حصلت على يعني احتياجاتها من الطاقة والنفط، إلا أن الطاقة والنفط ما زالت أمر مهم جدا لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة الغرب، وأزمة روسيا وأوكرانيا عكست مدى أهمية الشرق الأوسط في هذا الملف. صحيح. بالتحديد صحيح. أيضا الملف اللي بتهتم به كل الإدارات الأمريكية فيما يتعلق بأمن إسرائيل، وده اللي تحدث عنه حتى بيان البيت الأبيض فيما يتعلق بزيارة بايدن المرتقبة الشهر القادم، بأن دي من أولويات الزيارة الأمريكية للمنطقة. طيب احنا هنتوقف عند النقطة هيك ذكرتيها، وهي عودة أهمية منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للإدارة الأمريكية، ونحللها ونعرف كيف يمكن للعرب أن يستفيدوا من هذه الفرصة، لكن بعد أن نخرج سريعا معكم أيضا مشاهدينا مع موجز لأهم وآخر الأنباء مع زميلتي دينا أبو الفتوح. أهلا بكم مرة أخرى، نستأنف حوارنا مع دكتورة غادة عبد العزيز الباحثة في العلاقات الدولية. أهلا بك من جديد دكتورة غادة. كنا نتحدث قبل الخروج لموجز الأنباء عن المتغيرات الدولية والمطلوب من العرب الآن لكي يعني يحكزوا مكانا مهما في هذا العالم المتغير ككتلة عربية تعرف قيمتها ليس فقط كقوة بترول ونفط وغاز، لكن أيضا كقوة صاعدة استثمارية واقتصادية ومحطة أنظار الكثير من دول العالم. تفضلي. في البداية يجب تعزيز التعاون والتضامن العربي ووضع رؤى توجهات عربية تجاه العديد من الملفات والقضايا الخاصة بالمنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وحل الملفات الشائكة بها في العديد من الدول مثل القضية الفلسطينية، أو اتخاذ موقف موحد فيما يتعلق بإعادة فتح ملف القضية الفلسطينية ووضعها على ملف المفاوضات مع إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الغربية، وكذلك روسيا والصين من الممكن أن يضغطوا على إسرائيل في هذا الملف أيضا. بعض الملفات الأخرى زي القضية الليبية، الأزمة في اليمن وسوريا وغيرها من الدول، دعم وحدة العراق وكذلك لبنان وغيرها والسودان أيضا، كل الملفات الموجودة في المنطقة العربية يجب العمل على توحيد التضامن العربي وحل هذه القضية. تفعيل طبعا جامعة الدول العربية وفكرة الجيش العربي الموحد على غرار ما يتم مثلا في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو وغيرها، كل هذا من شأنه أن يضع القوى العربية في مكانة أكبر من ما هي عليه على الساحة الدولية مع التغيرات الحادثة في النظام الدولي أو المتوقعة مستقبلا خلال الفترة القادمة.
العديد من الدراسات حتى الأمريكية نفسها بتتحدث عن أن القوى الصينية هي قوى صاعدة دلوقتي في النظام الدولي، وأن يعني في خلال 10 أو 20 عام يعني بالأكثر سوف تصبح هي القوى المنافسة للولايات المتحدة الأمريكية، لعل ملف الحرب الروسية الأوكرانية قد يسرع من هذا الأمر. روسيا أيضا تعد قوة تعديلية في النظام الدولي في الفترة الحالية، وكل هذا المشهد من خلاله يستطيع أو تستطيع الدول العربية أن تستغل هذا المشهد لتحقيق المصالح الخاصة بها، سواء فيما يتعلق ببعض القضايا وبعض الملفات لبعض الدول، أو فيما يتعلق بتحقيق الأمن الإقليمي للدول العربية وسياسة حسن الجوار مع بعض الدول الإقليمية اللي بتحاول أن هي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، أو تحاول أن يكون ليها سياسة توسعية في دول المنطقة، أو تمس الدولة الوطنية العربية في العديد من الملفات. هنا ممكن القوى العربية أن تضغط، يكون لها علاقات متوازنة مع كافة القوى دون الدخول في صراعهم كقوى كبرى في النظام الدولي دون الآخر. هي حرب تكسير عظام ما بين الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين أو روسيا، لا أحد يعلم حتى الآن إلى أي اتجاه سوف يكون المآل. شاهدنا الولايات المتحدة الأمريكية في السابق والاتحاد السوفيتي، واستطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تؤدي لانهيار الاتحاد السوفيتي حتى بدون حرب. شاهدنا أيضا فترات أخرى من الزمن كان هناك العديد من القوى العظمى، ليس نظام ثنائي ولكن متعدد الأقطاب، وكان في نسبة الصراع ما بين الأقطاب الدولية أكتر كمان من القطبيتين الروسي والأمريكي. فالأفضل للدول العربية أن هي تنأى بنفسها عن صراع القوى العظمى ويكون هناك توازن في علاقتها. ومن الأفضل أيضا طرح هذا الأمر سواء على الجانب الروسي أو حتى على الجانب الأمريكي، إن العلاقات لطرف على طرف آخر كله لتحقيق المصالح العربية وليس هدفه مساندة الطرف ضد الآخر في الصراع. من أجل هذا أعتقد تجري هذه المشاورات بهذا الشكل المكثف. نطرح يعني جزئية أخرى مهمة في العلاقات المصرية السعودية والعلاقات المصرية العربية بشكل عام مع ضيفنا عبر الهاتف دكتور السيد الخضر الخبير الاقتصادي. دكتور سيد، يعني الأزمات الاقتصادية والمتعلقة بأزمة الطاقة طبعا، سلاسل الإمداد، الأمن الغذائي في العالم، فرضت هي الأخرى تغيير أطر العلاقات الاقتصادية والمصادر التي تحصل منها الدول على إمداداتها من الطاقة ومن الغذاء إلى آخره. التنسيق الاقتصادي بين الدول العربية لكي تكون تحركاتها موحدة، التكامل فيما بينها والتكامل مع العالم، كيف يتعامل العالم العربي مع هذه المتغيرات؟ مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين يا فندم. أهلا بك. طبعا في البداية في ظل الأحداث والصراعات التجارية اللي بتواجه العالم بشكل كبير خاصة الفترة الأخيرة، فلا بد من وجود فكرة التكامل العربي بشكل كبير جدا من خلال توطيد العلاقات بين الدول العربية وخاصة مصر، لأن مصر تعتبر هي العمود الأساسي والمحرك الأساسي للدول العربية بشكل كبير جدا. فبالتالي لا بد أن يكون هناك تحقيق الاستقرار والتصدي للمخاطر اللي بتواجه المنطقة العربية، وإزاي أن الدول العربية تقدر تحقق التوازن العربي بشكل كبير جدا حتى يتم إعادة المنطقة العربية لمكانتها الطبيعية، ونقدر نتخطى الأزمات الحالية بشكل كبير جدا من خلال طبعا توسيع حركة التبادل التجاري بين الدول العربية بشكل كبير، أيضا فتح آفاق استثمارية بين الدول العربية، يمكن خاصة أن مصر لديها محور اقتصادي مهم جدا، محور قناة السويس. أيضا المملكة العربية السعودية تعتبر من الدول المهمة جدا في إنتاج النفط، فبالتالي لابد من فكرة تعزيز العلاقات و تعزيز التبادل الاقتصادي بين الدول العربية، وفكرة إنشاء آفاق استثمارية متكاملة للخروج من تلك الأزمات والصراعات اللي بتواجه العالم، خصوصا في ظل ارتفاع معدلات التضخم المستورد اللي بواجه المنطقة العربية بشكل كبير في الفترة الماضية، ومستمر مع العالم ومع الدول العربية خلال الفترة القادمة. طيب يعني التنسيق والتكامل بين الدول العربية،
احنا بنتكلم عن زيارة مهمة لولي العهد السعودي. بالامس كان هناك لقاء ثلاثي مصري بحريني اردني، هناك ايضا قمة مجلس التعاون الخليجي الشهر القادم، مجلس التعاون والدول، عدد من الدول العربية من بينها مصر والولايات المتحدة. الاقتصاد والطاقة، اين موقعهم في هذه اللقاءات المكثفة؟ طبعا هو هناك علاقات وطيدة بين الجانب المصري والسعودي، والعلاقات دي متميزة بالقوة والاستمرارية بشكل كبير جدا، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السياسي. وطبعا السعودية تعتبر من الدول المهمة جدا في إنتاج الطاقة والنفط، فبالتالي مصر بتتمتع بموقع جغرافي متميز جدا، وده بيؤهل مصر خلال الفترة القادمة بأن مصر ستكون مركز إقليمي عالمي لإنتاج الطاقة والعديد من الصناعات. وبالتالي ده بيرجع إلى طبعا إلى المحفزات التي تقدمها الحكومة المصرية للخروج من تلك الآفاق المظلمة والصراعات اللي بتواجه العالم من خلال توسيع قاعدة الاستثمارية، سواء في مجال الطاقة بشكل كبير جدا، وإزاي أن مصر تقدر تستغل مكانتها في الشرق الأوسط وأفريقيا وفي الدول العربية من أجل توسيع الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة. لأن طبعا يعني يعتبر الطاقة والنفط هو يعتبر من السلع الاستراتيجية بشكل كبير جدا، اللي بتأثر على العديد من السلع، ويمكن ده احنا لاحظناه الفترة الأخيرة الاستمرارية في ارتفاع الأسعار، وده طبعا بأثر بشكل كبير على الاقتصاديات، خاصة الاقتصادات الناشئة. فبالتالي مصر الحمد لله لديها رؤية اقتصادية في توطيد العلاقات مع جميع الدول العربية، في فتح أفاق استثمارية وزيادة حركة التبادل التجاري مع جميع الدول، وده إن شاء الله يعني هيخلي في توازن في المنطقة العربية وتحقيق استقرار تام خلال الفترة القادمة. نعم، شكرا جزيلا دكتور السيد الخضر الخبير الاقتصادي على هذه المشاركة معنا عبر الهاتف. في ظل انشغال العالم كله الآن بالصراع الروسي الأوكراني وتداعياته على العالم الغربي، يخشى الجميع من نسيان ملفات النزاع العربية، سوريا، العراق، ليبيا، اليمن، القضية الفلسطينية طبعا القضية الجوهرية، ونحن أمام أهمية تتنامى للمنطقة العربية. كيف يمكن أن تضغط لصالح حل هذه القضايا؟ نبدأ بالقضية الفلسطينية. على المستوى الدولي نجد أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على ملف القضية الفلسطينية فيما يتعلق باستغلال إسرائيل لهذه الحرب وانشغال العالم بها. مشهدناها الفترة الماضية من انتهاكات في حق الشعب الفلسطيني ومحاولة تدنيس المسجد الأقصى وغيرها من الأفعال التي رأيناها، ومسيرة الأعلام وغيرها اللي أثارت الشعب الفلسطيني الشقيق والمسلمين والمسيحيين على مستوى العالم العربي والعالم أجمع في قيام بتدنيس المسجد الأقصى وغيرها، والتعامل بعنصرية وزيادة حجم المستوطنات وتوسعتها وفرض الأمر الواقع. هذا الأمر استغلته إسرائيل خلال الفترة الماضية، ولكن من الممكن أن الدول العربية تضغط أيضا في هذا الملف فيما يتعلق برفع منظمة التحرير الفلسطينية من قائمة الولايات المتحدة الأمريكية للمنظمات الإرهابية. الولايات المتحدة الأمريكية نفسها هي والدول الغربية أعلنوا أهمية دعم الأوكرانيين في صراعهم على تحرير أراضيهم ضد روسيا. أليس الشعب الفلسطيني أولى بهذه الرؤية؟ أليس الشعب الفلسطيني يدافع عن حقوقه المغتصبة منذ عقود ولا يجد أي استجابة من الولايات المتحدة الأمريكية أو من الغرب حتى لتنفيذ القرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن، وكذلك مبادرات السلام وغيرها؟ يجب طرح هذه القضية خلال اللقاء مع بايدن المرتقب للشهر القادم. تحدث بيان البيت الأبيض الأمريكي عن أن أمن إسرائيل هو أولوية للسياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. أمن إسرائيل لن يتحقق إلا بتحقيق الأمن الفلسطيني وإقامة الدولتين وتكون القدس عاصمة لفلسطين، وكذلك الحدود، العودة لحدود 67 وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بهذا الشأن.
يجب على الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على إسرائيل في هذا الملف، ويعني الواقع المعاش الآن في إسرائيل والضغوط التي تتعرض لها الحكومة الإسرائيلية تجعل هذا الملف بصعوبة ما، لكن هناك بعض المفاوضات التي ممكن أن تتم وبعض الضغوط التي ممكن أن تتم في هذا الملف. الاندماج الإسرائيلي مع المنطقة العربية أحد برضو أهداف سياسة بايدن في المنطقة، هذا الأمر أيضا لن يتحقق بالمستوى المطلوب أو ما تسعى إليه الإدارة الأمريكية وإسرائيل إلا إذا تحقق السلام في القضية الفلسطينية وحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة. يجب إعادة ملف المفاوضات مرة أخرى دون تعقيدات من الجانب الإسرائيلي، ويجب على الولايات المتحدة الأمريكية الضغط في هذا الملف. وجدنا تصريحات من إدارة بايدن كانت مبشرة فور تولي الحكم بأنه يدعم حل الدولتين، ولكن لم نجد أي تحرك ملموس، وهو ما أشار لي الرئيس الفلسطيني بأن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت وعود ولكنها لم تنفذ أي منها. ده كان خلال الفترة الماضية. يجب على الولايات المتحدة الأمريكية بحث هذا الأمر، لأن تحقيق أمن إسرائيل أو اندماجها وده هدف للولايات المتحدة الأمريكية لن يتحقق إلا بتحقيق السلام. فيما نتحدث عن الملف الليبي، هو بالفعل حاضر أيضا في وجدان السياسة الخارجية المصرية والدول العربية. مصر برغم الأزمات اللي بتمر بها لم تتخلى عن أي ملف من ملفات الدول العربية ودعم الدول العربية الشقيقة. حتى الأمس كان هناك اجتماع للجنة المشتركة لوضع الدستور الليبي، وكان برعاية من الأمم المتحدة، وكان وضع عدد من البنود الدستور والتوافق بشأنها. هناك اجتماعات للجنة 5+5 العسكرية أيضا تحضنها القاهرة في هذا الملف. مصر تدعم الملف ليبيا في الملف الخاص بتحقيق الاستقرار وإجراء الانتخابات ووضع الدستور. تدعم كذلك الهدنة التي كانت بمبادرة السعودية والأمم المتحدة في اليمن، وهي أطول فترة هدنة حدثت منذ 7 أعوام بداية الأزمة اليمنية. وتدعم أيضا تحقيق الاستقرار ووقف التدخلات والدعم للحوثيين في اليمن، بتدعو لذلك وهي تتوافق مع دول الخليج والدول العربية في هذا الاتجاه. كذلك في سوريا هي تتوافق مع السعودية والدول العربية في أهمية حل الملف السوري بشكل سياسي ووقف التدخلات في هذا الملف، وكذلك دعم السودان ودعم ليبيا والعديد من الملفات المنطقة الشائكة. حتى أفغانستان فهي يعني مصر حاضرة في هذا الملف، وكذلك المملكة العربية السعودية بأهمية أن أفغانستان تكون مستقرة وتكون يعني ملاذ، يعني لا تكون ملاذ آمن للإرهاب طبعا بكل تأكيد. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة غادة عبد العزيز الباحثة في العلاقات الدولية على وجودك معنا في هذه الحلقة من القاهرة. التأكيد على الموقف العربي الموحد لم يعد رفاهية لكن ضرورة تثبتها أيضا التصرفات العربية واللقاءات المكوكية وحالة النشاط. على العرب أن يعني تكون لهم كلمة موحدة في عالم يتغير، وأن يجدوا لنفسهم المكان الذي يناسب قدرتهم الحقيقية. شكرا لكم على متابعتنا في هذه الحلقة من القاهرة. إلى اللقاء.